لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذه هي الحلقة الأخيرة في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، لننتقل إن شاء الله من الحلقة القادمة مع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في رمضان، ثم يبقى لنا العنصر الأخير، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة في رمضان. نسأل الله المعونة والتيسير. من هذه المعالم أيضا في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه إكثاره من البر والصدقة. الذي يريد أن يتسنن أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم هذا حاله، إكثاره من البر والصدقة. وحين نتكلم عن معاملة الأهل كما سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم، ولعل البعض يقول نؤجلها لكن لأنها خطرت ببالي الآن، لابد أن يعلم كل مسلم أن عليك واجبا تجاه أهلك ونحو أهلك من النفقة والكسوة، أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. فبعض الإخوة في الأسبوع الماضي يشكو لي أن بعض الأزواج يقتر جدا على زوجه، يأتي مثلا بما يسمى بالتموين، طبعا المصريين ففهمين التموين، فيجعله في البيت ولا يأتي بأي شيء غير ذلك، هذا طعامكم في الشهر. طيب ماذا يفعلون؟ بل ويقول يأتي إليها بعلبة الجبنة المثلثات ويعطي بالقطعة الواحدة قطعة قطعة، نعوذ بالله من البخل. ألا يظن هذا الرجل أنه مبعوث يوم القيامة ومسؤول؟ ماذا ستقول لله عز وجل حين تحوج امرأتك إلى أن تسأل الناس؟ تسأل الناس والرجل له رصيد في البنك، نعوذ بالله من البخل. وهناك مواقف أشد من ذلك وأقذر أنا لا أستطيع أن أقولها لهؤلاء البخلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قاتل الله البخل. لذلك من كان كذلك ينبغي بل يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا التقصير في الحق الواجب، وأن يعرف ما الذي وجب عليه وأن يخرجه، لأنك محاسب يوم القيامة ومسؤول عن هذا التقصير، بل ومأخوذ من حسناتك لمن ظلمتهم وضيعت حقوقهم. وليس أن الإنسان نتكلم عن البر والصدقة وهو يضيع أهله، كيف يكون ذلك؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال وأفضل الهدي، وإكثاره من البر والصدقة ثمر من ثمرات مدارسة القرآن والعيش مع القرآن، كما في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. انظر للأثر، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا إشارة إلى سرعة إيصال الخير إلى الناس والإيه؟ العموم، يسع الناس جميعا، كما أن الريح كذلك سريعة وإيه؟ وتعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال العلماء علة زيادة جوده صلى الله عليه وسلم وإحسانه في رمضان عنه في غيره أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود كما قال ابن حجر، لأن الذي يبخل هذا إنسان فقير، إنسان فعلا نفسه يعني هو كأنه يعبد نفسه وذاته، ويعبد هذا الدرهم والدينار بهذا التعلق الشديد. أما صاحب النفس الغنية والقلب الغني القانع بالله سبحانه وتعالى، فحين ينفق يوقن أن الله عز وجل يخلف عليه سبحانه وتعالى، وأن هذا المال إنما آتاه الله إياه ابتلاء واختبارا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وليس أنه يستحوذ على هذه الأموال ويجمعها لنفسه ويحوزها ويظل ينميها ويزيدها
وربما بخل على نفسه وليس على أهله وأولاده كما ذكرت. وقد كان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. ويستفاد من قول ابن عباس أجود بالخير من الريح المرسلة كما ذكرت سرعة مبادرته صلى الله عليه وسلم في الجود والإحسان في رمضان واستنفاع الجميع بذلك، كما هي سرعة الإيه؟ الريح المرسلة وعمومها لجميع ما تهب عليه. قال ابن المنير في شرح الحديث: أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية. خدنا بالنا من دي؟ يبقى ليس فقط لمن؟ ها؟ ليس فقط للفقراء، يعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة، ده مفهوم، ومن هو بصفة الغنى والكفاية، هذا على سبيل الإيه؟ الإهداء والإكرام كما تفعل أنت مع جيرانك ومع أصحابك ومع إخوانك وإن لم يكونوا إيه؟ فقراء. هذه معاني نريد أن نحييها إخواني في واقعنا. أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة، إنه أثر القرآن وثمرة الزهد ونتاج التعلق بالرحمن، وكفى بذلك باعثا وخلقا. لذلك الإكثار من البذل والصدقة في رمضان مما يحث عليه المسلم جدا. قال الشافعي: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وانشغال كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. بعض الناس بالفعل ربما يكون مشغولا عن التوسع في المكاسب بالإيه؟ بالعبادة، فأنت حين تعينه يكون لك الأجر والثواب على أنك تفرغ وتعينه على العبادة. والمتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن الجود كان من أكثر سجاياه بروزا في حياته، وأنه ما لبث ملازما له ولم ينفك عنه لحظة، إذ ما كان يدخر شيئا عنده من خير عن الناس، وما سئل شيئا قط فقال لا إلا يعني هذا. لذلك أنا أقول دوما هو صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الأبيات ممن وصف بها أظن علي بن الحسين، كما قيل عنه: تعود بسط الكف يعني بالعطاء حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. يعني لو عايز إيه يطبق صوابعه مش هتوافقه لأنها تعودت الإيه البسط. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا. انت رايح تسأله، واحد ما يروح يسأل واحد يعمل ايه؟ يبوز بقى كده ويتجهم. لا، ده تلاقيه بايه؟ كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يبقى كأنه هو هياخد مش هايه. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. شو بيقول ايه؟ لو خلاص عطى كل حاجة معاه فاضل معاه ايه؟ روحه بس، هيديها كمان لمين؟ بيقول لك اتقي الله بقى سيبها له عشان ما تموتوش. شوف الشعر جميل قوي. وقال ايضا فيها: ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدي، يعني ما يقول ابدا لسائل لا يعطي صلى الله عليه وسلم، ولا ربما استدان كي يعطي. تخيل يعني يأخذ شيئا لأجل حتى يكفي حاجات الايه الفقراء صلى الله عليه وسلم. جوده في رمضان كان أجلى وأكثر وضوحا، وهذا يعني أن من أهم الخلال التي لابد لدعاة الأمة التحلي بها الكرم والجود بكافة أنواعه. الكرم والجود بكافة أنواعه، وقتا وجاها ومالا ولطافة. أنت داعية لك هذا المعنى مهم جدا، لأنه ما تمكن من كسب قلوب الأمة وقيادها بقابلية واختيار عبر تاريخها الطويل جبان أو بخيل. ما تجد الداعية جبانا أو بخيلا، لا يصلح للقيادة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يجاهد نفسه. والواضح من الحديث أن كرمه صلى الله عليه وسلم كان يصل من يستحقه ويحتاج إليه قبل أن يذوب في طلبه ماء الحياء من وجهه، يعني لا يلجئه أو لا يجعله إيه يسأل، وإنما هو يبادئه بالإيه
بالعطاء كحال الريح المرسلة تأتي الناس برحمات خالقها في ديارهم وأراضيه. افهم المعنى، لأن البعض ربما يجعل الفقير يتذلل حتى يعطى. أما حال النبي صلى الله عليه وسلم كالريح، هل الريح تستأذن الناس في الوصول؟ تأتي مباشرة، تمام؟ وهذا يعني أن على من ابتلاه الله تعالى بنعمة المال، خد بالك ابتلاه الله بالمال لأنه ابتلاء، أو كان وكيلا عن الأغنياء في ذلك، مؤسسات بقى وأفراد وبخاصة في هذا الشهر، أن يتقوا الله في هذا الجانب، فيجعلوا من عطائهم عامل تقوية لآخذيه وتنفيسا عن مستحقيه، لا سبيلا نحو مزيد من كسر القلب والمهانة والذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ذلك أيضا جهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان، حيث كان في هذا الشهر الكثير من الغزوات والسرايا. وخذوا بالكم من حاجة مهمة، شهر رمضان عاد في حس وفي واقع كثير من المسلمين شهر الإيه؟ الكسل. جهاد إيه؟ الكسل. جهاد كان زمان، فين دلوقت؟ تجد وقوع بعض الغزوات في رمضان. قال أبو سعيد: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر. وفي رواية: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لا يعيب هذا على ذاك، وهذا لفقههم. حديث عمر: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. غزوة تبوك كانت العودة منها في شهر إيه؟ في شهر رمضان، خرج في رجب وعاد في شهر إيه؟ رمضان. سرايا كثيرة وبعوث كثيرة في رمضان، مثل سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر، سرية عمرو بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان التي كانت تحرض بشعرها على المسلمين، كانت في رمضان. سرية عبد الله بن أبي عتيك لقتل أبي رافع اليهودي لاشتراكه في تأليب الأحزاب على المسلمين في الخندق. سرية أبي قتادة بن ربعي لصرف نظر قريش عن خطة النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في أول رمضان السنة الثامنة. سرية خالد بن الوليد إلى العزة لهدمها في رمضان سنة 8 هجرية. سرية عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمها في رمضان سنة 8 هجرية. سرية سعد بن يزيد الأشهلي إلى مناه ليهدمها في رمضان سنة 8 هجرية. تلاحظوا إيه؟ شهر جهاد وليس شهر نوم وكسل. وهذا يدل على أن الصيام له أثر إيجابي على الصائمين، يورث صاحبه النشاط والقوة في القلب والانطلاقة والقوة في الجسد، كما نرى في حال الصحابة التلازم القوي بين الجهاد والتعبد، بين العمل للدين ومنافحة أعداء المرسلين من جهة، وبين محبة الله وتعظيمه وإجلال أمره ونهيه من جهة أخرى. وليس أن الإنسان يضيع وقته في رمضان في النوم وغير ذلك. أيضا من معالم هديه في رمضان مخالفة أهل الكتاب في أعمال رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وقال أيضا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الإيه؟ السحر. ديننا دين متميز عن أرباب الشرك وأهل الديانات المحرفة، فكيف إذا كان الشرع يدعونا إلى التباعد عنهم في العبادات، وبعض المسلمين والعياذ بالله يشابههم في بعض الأعياد المحرفة المبتدعة، والتي ربما يكون فيها سب لله عز وجل، أو يعني انتقاص من الدين ومن التوحيد ومن جناب التوحيد، والله المستعان. أيضا وأخيرا، اكثاره صلى الله عليه وسلم من العمل في رمضان في آخر حياته، أي من العبادة، كمضاعفة الاعتكاف في آخر عمره، كما في حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف كم؟ 20 يوما. أيضا في معارضة القرآن في العام الذي توفي فيه، عارضه جبريل القرآن كم؟ مرتين، وما أراه إلا قد حضر أجلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي أن يكون حرصنا نحن أكثر على التعبد وتجويد التعبد والاجتهاد في التعبد. تلك معالم بارزة وأحوال مضيئة في استثمار الحبيب صلى الله عليه وسلم لموسم عظيم مبارك
في صون أشرف علاقة في حياة الإنسان وتحقيقه لغاية المحبة لمولاه عز وجل بقيامه بأمره ورعايته لدينه وتكميله لطاعته، ينبغي أن نجعلها نبراسا لنا في طريقنا إلى الله عز وجل وتتبع هديه صلى الله عليه وسلم. من مواقف الصحابة رضي الله عنهم في الاتباع والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله سليم بن عامر، كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، فكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، وإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة السلمي صحابي، قال له معاوية ما تقول؟ قال عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. انظر حين بلغه هذا الحديث وكان قد أغار على الروم ماذا فعل؟ قال فرجع معاوية بالناس رضي الله عنه، والحديث في المسند وهو صحيح، وهذا يدلك على حرص معاوية رضي الله عنه على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، وإن كان قد تلبس بقتال رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نرفع شعار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في رمضان فحسب بل وبعد رمضان وطيلة الحياة، وكما قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.